إمكانيات بسيطة وعربية كار وكلب بلدي. قدروا العيال الصغيرة في الريف يعملوا النسخة طبق الأصل، بس شعبي من برنامج رامز جلال الجديد. من هم أبطال النسخة الشعبي من برنامج رامز جلال؟ وإيه رأي الجمهور فيهم؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. لو على الضحك والهزار فوعدك انك مش هتبطل ضحك طول ما انت بتتفرج عليهم وبتسمع قصتهم، زائد انك كمان هتنبهر. اولاد صغيرين اكبر واحد فيهم ما يعديش سنه 15 سنه، عملوا نسخه طبق الاصل بس بطريقه شعبيه من برنامج رامز جلال. رامز جاب من الاخر، رامز كلف وصرف على برنامجه ملايين الملايين، وفي الاخر يقوم ثلاث ولاد صغيرين يعملوا النسخه الاكثر كوميديه منه. الولاد استغلوا الريف اللي في بلدهم وقاموا جايبين عربيتين كارو وقلدوا الباب السحري بتاع رامز، الباب المعروف بالكالون في السيفون في النسخة الشعبي من برنامج رامز. يطلع اتنين من الولاد على العربيات الكارو، وأول ما يقول بطل البرنامج اللي بيشبه نفسه برامز جلال، أول ما يقول الكالون في السيفون بينط الولدين من على العربية الكارو أو يتزحلقوا من عليها، ويبقى كده عملوا المشهد اللي بيعمله رامز في برنامجه الأصلي لما يجيب ضيوفه وينزلوا في النفق. اللي ضحك أكتر بقى إن الأولاد الصغيرين جابوا كلب بلدي صغير وشبهوه بالكلب اللي عند رامز في البرنامج بتاعه، وكانت حركة لطيفة جدا من الولاد الصغيرين. دول كمان قلدوا المتحف بتاع رامز، بس هما بقى عملوا عشة صغيرة في الأرض الزراعية بتاعتهم، واعتبروا العشة دي هي المتحف الشبيه لمتحف رامز جلال في برنامجه رامز جاب من الآخر. أما عن رأي الجمهور بتاع السوشيال ميديا اللي شافوا الفيديو الأصلي للولاد الصغيرين، فحدث ولا حرج، الكل مبسوط من اللي عملوه والكل ضحك على الفيديو بتاعهم ومدى دقة التقليد وإنهم إزاي عملوه بإمكانيات بسيطة خالص كده. فيديو عدى شهرة رامز جلال في البرنامج بتاعه. الولاد الصغيرين في الفيديو بتاعهم معدي على منصة واحدة بس وهي الفيسبوك، أكتر من 3 مليون مشاهدة، ده رقم كبير جدا بالنسبة لفيديو واحد معداش لأربع أو الخمس دقايق وبالإمكانيات البسيطة اللي هم عملوها بيه. الولاد الصغيرين موهوبين بالفطرة، والنجم بتاعهم اللي بيقلد رامز جلال عنده موهبة التقليد ومهارة التمثيل وباين عليه جدا. الولد بيقول كلام كأنه رامز بالظبط، بيتكلم بطلاقة جديدة وبيطلع إفيهات ما بيطلعهاش غير رامز جلال. هو خلاص شكله اعتبر نفسه رامز جلال الصغير وأخ لنفس طريقته. تفتكروا بقى الولد ده هيبقى زي رامز جلال لما يكبر؟ طيب السؤال الأهم، هل في حد من المنتجين الكبار في مصر ممكن ياخد الأولاد دول ويعمل لهم عمل فني كبير ينزل في كل سينمات مصر وكل الناس تتفرج عليه على التلفزيون؟ للعلم بطل الفيديو اسمه محمد علي، بيقول على نفسه شيكا الكوميديا، وبينشروا الولاد الصغيرين دول فيديوهات كتيرة على السوشيال ميديا بيحاولوا يقلدوا فيها الأعمال الفنية الحقيقية. قلدوا أغلب المسلسلات المصرية زي مسلسل المداح وعرب السويركي. في النهاية بقى انتم ايه رأيكم في الأولاد دول العمل الفني اللي قدموه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.